يقدم الاعدامها. هو يا اخويا سيد اتاخر كده ليه؟ الغايب حجته معاه. هو المفروض ما كانش يخرج وانتوا العين عليكم، لحسن حد يقطره كده ولا كده، وساعتها هروح كلنا ورا الشمس وانا هضيح في الرجلين. إيه؟ بسببك يا خفيف انت وهو. ايه الفال المنيل ده؟ سيد مش عيل صغير هيقدر مصلحه ويرجع في السريع. اسمع من بقك ربنا، لان ساعتها ولا اعرفك ولا اعرفه، هتبقوا مجرد زباين مأجرين الحوش وخلاص. ساعتها بيقول اللي انت عايزه تقوليه. او سيد رجع وطمنت عليه يا اختي؟ ايه ده؟ انت كنت قلقان عليا قطعا خلي الله. لا يا اخويا كنت قلقان على روحي يا ريشه. المهم يا واد حمد الله على السلامه. الله يسلمك. قولوا لي تحبوا تتعشوا ايه الليله دي؟ اللي جودي بيه يا عسل. اي حاجه من ايديك زي العسل بجد والله. طب واسع يا راجل انت وبطل تلزيق يا اختي. حبيبي يا رفع روح المعنويه من الهبوط. سيبك من نار العفش ده واقعد قول لي عملت ايه. بص يا عم غنيم، الحكايه مش سهله. المجوهرات دي معروفه وصفها منشوره، واي حد يخاف يجي جنبيها لا يروح فيها كلابوش. يعني ايه؟ ما حدش عايز يفصل فيها؟ ما هو اللي بيفصل فيها بيخفس بيها الارض عشان عارف ان هي مشمومه. يعني بقى معانا كنز زي ده ومش عارفين نصرفه، هنقعد مدفونين جنبه في التراب؟ نعمل ايه يا صاحبي؟ نحس ذكر بعد عنك. طب والعامل؟ العامل امر ربنا يا عم غنيه. مفيش حل في الليله دي غير حاجه واحده بس، ان احنا نهدي اللعب خالص لغايه لما الانظار تبعد عننا. والانظار مش هتبعد عننا الا لو. لو ايه بقى يا شر خلي الله؟ انا شايف دماغك كده متعكر في حاجه. عندي سكه، السكة صعبة وطويلة وعايزة ترتيب مظبوط. ترتيب مظبوط آخر حاجة. يعني إيه الصندوق راح منك يا فتحي؟ أنا قلت لك اللي حصل يا سراج. أنت عارف معنى كلامك ده إيه؟ أنت كده هتدخلنا في مشاكل لا ليها أول ولا آخر. لا أصحاب الصندوق هيصدقونا ولا هيرحمونا. إيه ده يا سراج؟ خلينا نعرف نفكر بعقل. وأنت خليت فيها عقل. أنا من الأول ما كنتش مستريح إن الصندوق يفضل معاك، لكن قلت لنفسي لا يا واد، فتحي ده تقيل وعاقل وهيعرف يحافظ على الصندوق ويحطه في نن عينيه. لا طلعت لا تقيل ولا عاقل، وخليت عيل رد سجون وعلمة الاتنين يقرطسوك. هو مين اللي كان دخل رد السجون ده بينا؟ مش أنت يا سراج ولا نسيت؟ وقلت لك نخلص منه، لكن للأسف أنت ما طلعتش قد الحكاية وسبته، وهو اللي هيخلص علينا. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب اهمالك انت يا فتحي. انا مش هحاسبك على الكلام اللي انت بتقوله ده، عشان انا مقدر حالتك، لكن صدقني لو في وضع تاني كنت حاسبتك عليه. لا تحاسبني ولا حاسبك، الصندوق كان في عهدتك انت وانت اللي مسؤول عنه، يعني المفروض انت اللي ترجعه. لو الصندوق ده مرجعش انت اللي هتشيل الحكايه كلها لوحدك. وانت عارف بقى فتحي في شغلانتنا اللي بيقع بيجرى له ايه. عارف يا سراج، عارف كويس قوي، زي ما انا عارف اللي بيقع بيحصل له ايه في شغلانتنا دي، زي ما انت برضه عارف إن أنا فتحي زدان اللي ما بيقعش بسهولة، ونهار ما هيقع هيهد المعبد على اللي فيه. ما هو زي ما بيقولوا يا روح ما بعدك روح. أتمنى أتمنى يا فتحي إنك تقدر تلم الموضوع بسرعة قبل ما يوصل، وما يكونش مجرد كلام، يبقى فعل حقيقي. هنسى، يا ترى جبت معاك الشيكات ولا دي كمان حصل لها حاجة تانية؟ Thank you.
انتي بس ايه اللي قلقك في الموضوع يا اختي؟ حاسه ان سيد واللي اسمه غنيم اللي معاه ده وراهم يا بنت مصيبه. وانتي يا اختي لسه عارفه الموضوع ده دلوقتي؟ ما الحكايه باينه من اولها زي عين الشمس. ولا هم يا اختي جايين يشموا الهوا في التراب؟ جربت، ما انا كنت يا اختي فاكره الحكايه خفيف خفيف، لكن من طريقتهم ودادتهم مع بعض عرفت ان الحكايه وراها مصيبه تقيله، ودول يا اختي لو اتشدوا هنتشد معاهم والحكايه هتطبل على راس الكل. وبعدين بقى انت هتسيبي مفاصلي ليه كده؟ ايوه، ما هو مش عشان كان ملطوش هنتجرف الرجلين يا عينيا. طب وبعدين يا اختي هنعمل ايه؟ انا هسيبهم كده يا بنت كام يوم لاجل خاطر الواد سيد، وبعدين امشيهم بالطريقه عشان لو جد في الامور امور لا نعرفهم ولا يخصونا. ايوه، ونقول يا اختي كمان ان انت كنت عارضه الحسن للايجار، جم اجروه واحنا يعني مش هنعمل لهم فيش وتفتيش. هو ده يا بنت يا ماجده، الله يفتح عليكي. انا كمان هجيب المدهور اللي اسمه سيد واقول له يزود المعلوم حبتين، يا اما هو والنحنوح بتاعه يوروني عرض كتافهم. بنتي فين يا سعاده الباشا؟ دنيا فين؟ بنتك في المستشفى وحالتها مستقره. اشوفها يا باشا، اطمن عليها. الزياره ممنوعه دلوقتي. اطل عليها ان شاء الله من بعيد بس يا باشا، انا قلبي محروق عليها، انا مرت ام. انت ما بتفهميش يا ست انت ولا ايه؟ الباشا بيقولك الزياره ممنوعه. الله يجازيه بقى اللي كان السبب. قصدك مين؟ مين غيره؟ جوزها كان منكد عليها عشتها ليل ونهار بعمايله السودا. عمايله السودا دي بقى اللي هي خناقات يا باشا، ليلاتي خناقات. اصل بعيد عنك هو أمرتي وكان موريها المرار ليل ونهار. عشان كده هربت مع غنيم؟ ها؟ انتي تعرفي اللي اسمه غنيم ده؟ ابدا، ولا عمري حتى شفته. امال ميرفت عرفته منين؟ الله اعلم يا باشا. قالت لك انها كانت هتهرب معاه؟ ها؟ ما تنطقي على طول، انت هتلف وتدور يمين ولا ايه؟ لا، انا هلف وادور ليه يا باشا؟ انا لو اعرف حاجه هقول على طول، ده كل اللي حصل ده حصل من ورا ظهري، والبنت المسكينه دي كانت هتروح فيها. الهي ربنا علاوي والمفتري يا رب. ماشي يا ام ميرفت. عموما مصير ميرفت تفوق وهنستجوبها. وإذا اتضح بقى إن أنت مخبية عننا أي معلومات لأسباب خاصة بيكي أنا مش هعتقك. طب بس أنت ادعي لها ربنا يقومها بالسلامة كده وياخد بيدها يا أخوي. أي خدمة تانية يا باشا؟ لا يا ستي، تقدري تروحي، بس لو افتكرتي أي حاجة مكتبي مفتوح لك في أي وقت. وخلي بالك الحكاية كبيرة، يعني أحسن لك لو افتكرتي أي معلومة تيجي تقوليها لي بدل ما تروحي في الرجلين أنت وبنتك. عمرك يا باشا، لو افتكرت حاجة هاجي أقول لحضرتك على طول. آه، هو إحنا لينا غير الحكومة تنصفنا وتجيب لنا حقنا؟ بالإذن يا باشا. اتفضلي. إيه رأيك في الكلام اللي قالته ده؟ أنا حاسس إن عندها معلومات بس شكلها خايفة تتكلم. مش مهم، إدينا مستنيين لما ميرفت حالتها تتحسن وناخد أقوالها. جايز ميرفت تقول لنا معلومات مهمة. اتفضل. خير يا عبد الواحد. الاستاذ راجع مسعود المحامي عاوز يعرف حضرتك يا باشا. راجع مسعود بنفسه ولا حد من مكتبه؟ بنفسه يا باشا. خليه يتفضل. امرك يا باشا. راجع مسعود ده مش محامي الفنانين والمشاهير؟ ايوه يا سيدي. ده هيكون عايز ايه ده؟ ادينا هنشوف. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا سلام. اتفضل يا استاذ راجع. اتفضل يا عم. اشكرك. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، ولو ان ليه عتاب كبير قوي مع حضرتك. ليه كفى الله الشر؟ هو احنا مش كان في بيننا اتفاق ان اللي يوصل لمهر الاول يبلغ التاني؟ وحضرتك وصلت له بس للاسف ما بلغتنيش. والله في الحقيقه الموضوع حصل بسرعه وانا في وسط دربكه شغل، بس انا كنت ناوي اتصل بيكي. عموما انا عرفت من الجرايد، وما دام سعادتك ما بلغتنيش قلت اجي بنفسي واشوف ايه الموضوع. ومعايا طبعا استاذ رابح المحامي عشان نعرف بقى ايه بالظبط حكايه القبض على ماهر دي. لا ابدا، احنا مجرد كنا بناخد اقواله. بعدين الحقيقه ما كنتش اعرف ان ماهر تربو شخص مهم قوي للدرجه دي. ما هو لما يبقى الاستاذ راجح مسعود المحامي بتاعه اكيد ماهر ده حد مهم قوي. الحقيقه انا ما اعرفوش، انا محامي لليلى هانم السعيد من فتره طويله وما بقدرش طبعا اتاخر عنها ولا اقدر اتاخر عن اي حد يخصها. هو ممكن بعد اذن حضرتك اطلع على المحضر الخاص بماهر؟ يا
عدوي؟ ايه اللي جابك؟ قلت عدى اطمن عليك كده واشوف ايه الاخبار. سيل عدوي تعال تعال يا عدوي. هو ايه اللي حصل لتربو لما راح يشوف اكرم في المديريه؟ مفيش. من ساعه ما تربو راح لاكرم لا حس ولا خبر. هي دي مش حاجه تقلق ولا ايه؟ انا مش قلقان على تربو واكرم. هما يعرفوا يتصرفوا كويس، محدش هيقدر ياخد منهم حق ولا باطل. امال ايه اللي قلقك طيب؟ البت ميرفت والواد غنيم لو البوليس قبض عليهم وطرطشوا بالكلام ساعتها رجلنا كلها هتيجي في الموضوع. هو في حد فيهم اتقبض عليه؟ مش عارف. طب اعسلك عس على الموضوع ده؟ لا خليك انت بعيد زي ما انا قلت لك. انت بس لو تفطمني انت ناوي على ايه؟ النهارده لغايه بكره لو تربو واكرم ما ظهروش هشوف محامي كده من حبايبنا يروح يعسلنا ويفهم ايه الموضوع بالظبط. طب والصندوق اللي اتسرق؟ الصندوق الصندوق ده بقى المصيبه الكبيره. لازم يرجع لاصحابه طبعا باي تمن. بس خلينا في اللي احنا فيه. نطمن بس على اكرم وتربو. وبعدين نفوق لحكايه الصندوق دي. عموما يا صاحبي انا تحت امرك في اي حاجه تطلبها مني ومن ايدك دي لايدك دي. حبيبي يا عدو طول عمرك ابو الرجاله. بقول لك ايه؟ انا عايزك تكن في بيتك اليومين دول وانا هبقى اقول لك دايما الاخبار الجديده ولو احتجتك في حاجه هبقى اكلمك. امين. السلام عليكم. عليكم السلام.